السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، اليوم غادي نديرو إيفالياسيون دياغنوستيك ديال الخامس ابتدائي من مرجع ميز أبخونتيساج أون فرونسي. إذا غنمشيو لاباج 6. العنوان ديال النص هو لي فوغي. إذا لي فوغي هما الغابات. لي فوغي سون أن تريزور دو بيوديفيرسيتي. إذا كنقصدو بهاد الجملة أن الغابات هي واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي. اذا البيوديفيرسيتي ديال هنا ملي كيديروا لنا شي رقم بحال هكا، يعني كاين واحد الاكسبليكاسيون ديالها هنا لتحت. اذا ها هي واحد وها واحد هنا. بيوديفيرسيتي ديفيرسيتي دي سبيس فيفونت بريزونت دون ان ميليو فوري لاك مير باي اكسيتيرا. اذا هنا كيعنيو لينا الغابات هي واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي. Elle participe à l'équilibre et à la santé de notre planète. Et dans cette rébet, tout s'aim fi tawazun, l'équilibre, tawazun et la santé de notre planète. Et dans tout s'aim ou le rébet ou fi tawazuni ou sihati kawkabina. Les forêts fabriquent le bois. Et dans le rébet ou tuntijo al-akhshab, yani katzoudna bil-khashab. Donne des fleurs, tu'tina al-zuhur. Des fruits. إذن أيضا تعطينا الفواكه. دو لومبر الظل، يعني كتوفر لنا الظل. إي دو لير بيغ، والهواء النقي. إل زابغيت دي زانيمو، أيضا هي تأوي الحيوانات، يعني هي كتعتبر مأوى وموطن للعديد من الحيوانات. إل سون لو ليو دابيتاسيون دو بليزيوغ زيسبيس أنيمال دو بلونت غار. إذن هي مكان لسكن، يعني دابيتاسيون يعني لسكن، هي مكان لسكن العديد من انواع الحيوانات دو بلونت غار، والنباتات النادره. Elles sont de véritables usines de dépollution. إذن الغابات، يعني كنهضروا هاد ال كتعوض من الغابات. De véritables usines، يعني هاد الغابات هي واحد المصانع حقيقيه de dépollution، يعني dépollution هي اللي كتنقي لينا دو لو، كتنقي لينا الماء لمحاربة التلوث، يعني كتحيد لينا التلوث، سواء التلوث ديال الماء، يعني dépollution هاو الشرح ديالها هنا، élimination de la pollution des sols, des eaux, de surface et de l'air، يعني محاربة التلوث الهوائي ديال الماء وديال الهواء وديال أيضا التربة، du sol التربة et de l'air الهواء. Elles absorbent du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. يعني تمتصو هاد الغابات، تمتصو غاز الكربونيك، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون، et rejette de l'oxygène، وتطرح ثنائي الاكسجين. Pour petits et grands، يعني بالنسبه للصغار وكبار، la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune. اذا هاد الغابات هي واحد المكان جيد او رائع لاكتشافي الحيوانات. لافون هي دوك الكائنات اللي كيعيشوا في التربه بحال لافون دي سول. اذا دو لافون يعني هي اكتشاف الحيوانات. دو لا فلور وايضا النباتات. اي دي بيزاج والمناظر الطبيعيه. سي ان اندرو دو لوازير اي دو ديتونت، يعني الغابات هي مكان للترفيه والاسترخاء. تو الموند دو بروتيجي اي ريسبكتي لا فوري. اذا كلنا، tout le monde كتعني الكل، جميع الناس، doit protéger et respecter la forêt، يعني كل مطالب بأن يحمي ويحترم الغابة، car c'est une grande richesse، لأنها ثروة كبيرة. إذا كان هذا هو النص ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نمشيو للأسئلة اللي مرافقة ونحاولوا نجاوبوا عليها مادام فهمناه. إذا دائما إلا بغينا نجاوبوا على الأسئلة خصنا نكونوا قرينا النص وفهمناه، عادي يمكن لينا ديك الساعة نجاوبوا عليه. De quel type est ce texte؟ ملي كيقولوا de quel type يعني النوع ديال هذا النص. اذا هنا كنلقاو ان هذا النص كيعطينا واحد المعلومات، يعني اخباري. سي ان تيكست انفورماتيف، كيجيب لينا دي زانفورماسيون، دي زانفورماسيون على لا فوري او لا على لي فوري، الدور ديالها وفاش كتفيدنا. اذا سي ان تيكست انفورماتيف. اذا هنا انا وجدت لكم الاجوبه، اذا جاوبوا من بعد صحوا. ان تيكست انفورماتيف. كو ريبريزونت لي فوري، اذا هاد الغابات ماذا تمثل؟
قالوا في النص بأن لي فوري سون ان تريزور دو بيوديفيرسيتي. اذا لي فوري ريبريزونت ان تريزور دو بيوديفيرسيتي. لي فوري ريبريزونت ان تريزور دو بيوديفيرسيتي، يعني كتشكل لنا واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي. السؤال الثالث relève trois rôles que joue la forêt dans notre vie. إذن قال لك استخرج، ماشي تجيب من راسك، غوليف ملي كيقول لك غوليف يعني استخرج. ثلاث أدوار اللي كتلعبهم الغابة في حياتنا. عفوا، إذن شنو هما الأدوار ديال الغابة أو ما دور الغابة في حياتنا؟ إذن لي فوري بارتيسيب على الكيليبر إي على سونتي دو نوتر بلانيت. الغابات تساهم في توازن وصحة كوكبنا. Les forêts fabriquent le bois. Iden al-ghabatu tuntiju al-khashab. Les forêts abritent les animaux. J'ai un abri. Iden l'abri huwa al-maskan. Iden les forêts ta'wi les animaux. Ta'wi al-hayawanat ou hiya mawtin li al-hayawanat. C'est-à-dire t'ay. Dna su'al al-rabi. Pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution? Iden hna galna su'al. لماذا الغابات صنفت على أنها مصانع ديال محاربة التلوث؟ إذن لأنها تمتص الغاز الكربون أو ثنائي أكسيد الكربون ثم تطرح الأكسجين. إذن les forêts sont considérées comme des usines de dépollution car ما كملتش هنا car elles absorbe du gaz carbonique وهنا ما قدنيش هيا غنجي هنا et rejette de l'oxygène et rejette de l'oxygène. إذن هاي في النص هاي هنا لما بانش لكم لما في كتبتها هاي elle absorbe نشرحو علاش car elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. إذن هي هذه الجملة نكتبوها من هنا في الجواب الرابع car elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. سؤال الخامس que peut faire petit et grand pour la forêt? إذن شنو ممكن الصغار والكبار يديروا بالنسبة للغابة؟ شنو يديروا للغابة؟ إذن petit et grand doivent protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. لأنها واحد الثروة كبيرة. Petits et grands doivent protéger et respecter la forêt. غنمرو دابا لا غرامير. اذا السؤال الاول او نقراو بعد النص هو الاول نشرحوه عاد ندوزو للاسئله. لي سو تيكست بلو كومبليت لي فراز. La forêt est un milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales et végétales. إذن الغابة هي مكان طبيعي ان ميليو ناتوريل يعني مكان طبيعي تعيش فيه اين تعيش ليزيسبيس يعني اصناف متعددة من او انواع متعددة من الحيوانات فيجيتال اصناف متعددة من الحيوانات والنباتات. إذن الغابة هي مكان طبيعي تعيش فيه العديد من الاصناف الحيوانية والنباتية. Les espèces animales font partie de la faune. إذن الحيوانات كنسميو كتنتمي إلى صنف يعني الكائنات الحية التي تعيش في التربة مثلا يعني الحيوانات يعني هذه حيوانات إذن التي المهم هذه كتسمى الحيوانات اللي كتشكل جزء من التربة أو كتعيش في التربة إذن تشكل جزءا من حيوانات التربة إذن هذه الحيوانات كتشكل واحد جزء من لا فون. و les espèces végétales كتسمى لا فلور. إذن الحيوانات اللي كتعيش في التربة كتسمى لا فون أو الحيوانات كنقصد بها هنا ربما الكاتب قصد بها غير الحيوانات وهنا les espèces أصناف النباتات كتسمى لا فلور.
إذا لا فلور هما ما هو نباتي ولا فون ما هو حيواني في الطبيعة. سولون لي كونتينون يعني هاد كتبدل هادو على حساب لي كونتينون القارات لي بيي البلدان ولي ريجيون يعني الجهات او المناطق ولونفي يعني فين كنعيشو. اون نو تروف با لي ميم زيسبيس يعني هاد الحيوانات والنباتات كتختلف من منطقه لاخرى يعني ما كنلقاوش نفس الحيوانات او نفس النباتات في الاماكن على حساب مثلا القارات ولا البلدان ولا الجهات كوسوسوا دي زانيمو او دي فيجيت سواء كانت حيوانات او نباتات. Ce texte contient, إذن هاد لو تكست كونتيان عندنا فخاز يعني شحال فيه من فخاز. لا فخاز هي اللي كتبدا بالماجيسكول وكتنتهي بالبوان. إذن غنشوفو عندنا هالجملة الأولى بادية بالماجيسكول وانتهت لنا بالبوان الجملة الأولى، ثم الجملة الثانية بادية من هنا بالماجيسكول وغادي نمشيو حتى البوان، هاهي دوزيام فخاز. ثم عندنا سولون لي كونتينون إذن كاينين تخوا فخاز، إذن غنديرو تخوا فخاز. Elles sont écrites sur ligne. يعني شحال من سطر تكتبوا عليه 1 2 3 4 sur 4 lignes. Relève dans le texte إذن هنا قلنا استخرج من النص deux noms féminins ou singuliers. جوج الكلمات في الفيمينان سينغولي. غادي نرجعوا للنص عندنا اول كلمه لا فوغي يعني بنا واحد الاسماء تكون في المؤنث لا فوغي. ثم غادي نقلبوا على كلمه اخرى عندنا لا فلور اولا لا فون بحال باش كنعرفوا الفيمينا من الماسكولا من هاد ديتيرمينو اللي كاين لا ديال سي تان ديتيرمينو ديال كنحددوا به الفيمينا دو نو ماسكولا او بلوريال. يعني هنا دابا غنبغينا واحد جوج كلمات في الجمع المذكر. إذن غادي نمشيو الكلمات اللي فيهم في الجمع المذكر عندنا لي زيسبيس لي زيسبيس لي زيسبيس نفون لي زيسبيس فيجيتال سونو لي كونتينون لي بيي. إذن ندير وحده من هاد جوج لي كونتينون ولا لي بيي ديرو لي كونتينون سابقة لي كونتينون لي كونتينون. إذن تل هنا غادي نكونوا سالينا التمارين الخاصه بهذا الحصه. اذا موعدنا كيتجدد في الحصه المقبله بحول الله.